تقدم ملموس في سير العمليات العسكرية أحرزته قوات سوريا الديمقراطية في قتالها ضد تنظيم داعش لاستعادة مدينة الرقة، معقل التنظيم الرئيسي بالبلاد والذي يتمركز فيه نحو 2500 من عناصره المسلحة، استناداً إلى تقديرات التحالف الدولي لمحاربة داعش. فقد تمكنت هذه القوات للمرة الأولى وبعد نحو شهر من بدء عملية استعادة الرقة من دخول المدينة من الجبهة الجنوبية بعد عبورها نهر الفرات. وتتواصل الاشتباكات بين الطرفين على محاور في المنطقة الواقعة بين غرب سوق الهال وشرق حي هشام بن عبد الملك في القسم الجنوبي من الرقة بمحاذاة الضفاف الشمالية لنهر الفرات. وتمكنت القوات المؤلفة من فصائل كردية وعربية الخميس من قطع المنفذ الأخير المتبقي لتنظيم داعش من جنوب الرقة لتحاصر المسلحين بالكامل. قوات تبعنا كثير مستقرة، امبارح مشوا قوات تبعنا، المراد تبع داعش منكسر معنوياتهم، بس يكبون هاون وقذائف وبس هالشغلات، اما كقوات تبعهم ما في، منكسر معنويات تبعهم. قوات تبعنا كدفاع الذاتي، قوات اليبق، قوات القسد، قوات النخبة، كلها مسترعين الوضع. واستطاع مقاتلو القوات المدعومة من التحالف الدولي من طرد التنظيم من مناطق في شرق المدينة وغربها منذ انطلاق عملية الرقة قبل نحو شهر، لكنهم يواجهون مقاومة عنيفة من مقاتلي داعش أثناء توغلهم إلى وسط المدينة. يأتي هذا بالتزامن مع سيطرتها على مزيد من المواقع في حي الصناعة وبقاء الجزء المحاذي للمدينة القديمة من الحي مع عناصر داعش. أي هذا حي الصناعة كله تحت سيطرة الرفاق، أما تاني هالبناية هاي بجواها نفق، يعني إن شاء الله بلك اليوم بكرة الصبح نتخلص منها، سكر هالنفق هذا والقناص بلك اليوم بالليل إن شاء الله يعني نتخلص منها. سير العمليات القتالية يعطي بحسب الخبراء مؤشرات إيجابية لقرب انتهاء عملية استعادة الرقة التي سيطر تنظيم داعش عليها في عام 2014 وحولها عاصمة لما وصفه بالخلافة التي أعلنها قبل 3 أعوام، ما قد يعطي بارقة أمل في قرب انفراج أزمة أكثر من 100,000 مدني تقول الأمم المتحدة إنهم لا يزالوا محاصرين داخل المدينة.